يختار سيكاكاما الرحمة، فهو يعلم قدر المخاطرة. لكنه مصمم على المقامرة من أجل الغنيمة. يحتاج قوتهم الموحدة. هم لا يعلمون الأمر بعد، ولكن يقف سيكاكاما على حافة قرار خطير. لا يوجد ما يكفي من الطعام هنا. لا يملك خياراً إلا أن يهجر مستنقعه المحبب. يتبعه القطيع الوفي إلى المجهول. يتركون منزلهم ولا يملكون إلا مكان وقوفهم. أخيراً رحل الطاغية. لقد انتظرت زاليكا هذه اللحظة وبدأت حقبة جديدة. تمضي بغير تهديد نحو أرض كانت محرمة في يوم ما. حفرة المياه الثمينة هي ملكها الآن. ومن سقطوا هم غنيمة جيشها. أما غنيمة زاليكا فهي المملكة. فعلتها أخيراً، إنها الآن سيدة المستنقع. فلتتمجد الملكة.